قطاع الاتصالات أو ببساطة الشيء اللي عم يخليكم تحضروا هيدا الفيديو هلأ، على الأرجح عم يعلق وعلى الأكيد عم تدفعوا أكتر من اللازم بلا ما تاخدوا حقكم، مع أنه القوانين الموجودة لو تطبقت بتكفي لحمايتكم بس ما تطبقت، والموجود اليوم هو قطاع شغال بمينيموم تطوير للبنى التحتية وماكسيموم سرقة من المستخدمين بغض النظر عن مين مستلمه، شركات خاصة أو الدولة أو شي بالنص. لبنان جرب 3 نماذج وبثلاث حالات بقى الهدر نفسه بكلفة عم تزيد وتزيد وتزيد وتنزت بالآخر على المستخدم وبكذا شكل، حنخبركن عنهم. منعرف انه تسعيرة الاتصالات بلبنان هي الأغلى بالمنطقة، بس على أي أساس تحددت؟ ببساطة ما في أساس، تحددت عشوائيا وحسب مزاج الوزير. بال2019 مثلا قرر وزير الاتصالات محمد شقير يزيد 6 دولار على الواتساب. بال2022 حدد الوزير جوني قرم تسعيرة جديدة، جاب التسعيرة الأساسية ضربها بثلاثة، رجع قسمها على سعر صرف منصة صيرفة، ومن بعدها دولرت الوزارة رصيد الخطوط، انقلب من الدولار للليرة على 1005، رجع من الليرة للدولار على منصة صيرفة اللي كانت بوقتها 25300، وهيك المية دولار اللي كانت بحسابكن قبل 4/3/2022 صارت 6 دولار. بهالشكل الاعتباطي كانت وزارة الاتصالات عم تدفعكن وبعدها، مع انه القانون رقم 431 على 2002 بيفترض على المشغل انه يسعر على اساس الكلفة. العقلية الاعتباطية ما بتوقف على التسعير، بالإدارة والتخطيط بتبين نفس العقلية. من سنتين مثلا قررت الدولة تسكر شبكة التوجي بدون أي تفكير بالمستخدم، وخاطرت بأنها ترمي 200 ألف مستخدم برا الشبكة لأنه ما قادرين يشتروا أجهزة بتطابق الشبكات التانية. هيك الدولة اللبنانية بنفسها كرست قطاع الاتصالات كامتياز بدل ما يكون خدمة بتقدمها لكل المواطنين بشكل عادل. هالقرار فرجت تمييز المناطق بعقلية الدولة، وكيف بتهمش المهمش بما أنه أغلب المستخدمين اللي بيستعملوا التوجي هن من الأشخاص الموجودين على الأطراف. تسعير اعتباطي، تخطيط اعتباطي وهدر. بتنقسم عائدات قطاع الاتصالات لجزئين، جزء بيغطي الكلفة التشغيلية والجزء الثاني بيفوت على خزينة الدولة ومن هنيك بيتوزع ضمن الموازنة، بس الجزئين بيخلصوا بهدر تمن قول سرقة، وديوان المحاسبة فند هالشي بثلاث تقارير صدرت بين 2021 و2023. بين 2010 و2020 مثلا كان صافي عائدات قطاع الاتصالات 17 مليار، منهم 11 مليار تحولوا لخزينة الدولة، بالوقت اللي شي 6 مليار منهم تبخروا ولحد اليوم ما منعرف وين راحوا. مثلا بال2012 قرر وزير الاتصالات نقل كلفات التشغيلية للقطاع للدولة اللبنانية من دون ما يحدد سقف النفقات، فتح هالشي الباب للهدر بشكل كبير وتبين عبر زيادة 23% من التوظيف. ما كان في شيء ببرر هالتوظيف غير الزبائنية والحسابات السياسية. تذكروا انتو عم تشرجوا خطكن، مش عم تدفعوا حق الخدمة بس، في جزء من اللي حتدفعوه عم يروح لشي وزير او اوتيل فخم او لصفقة شراء واستئجار مباني بعد ما استخدمت لليوم. هالقد سهل السرقة بقطاع الاتصالات مع أنه على الورق القانون بيحمي المستخدم عبر TRA يلي هي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وهي هيئة عامة مستقلة بتقدر تعترض على زيادة أسعار خدمة الاتصالات، بس ولا مرة صار هالشي. تأخر تشكيل الهيئة عن القصد، ولما تشكلت منع طال الاعتمادات اللازمة لتشتغل، وبال2017 لما خلصت ولاية مجلس إدارتها حل الوزير محله، واليوم الهيئة يلي كانت شغلتها بالأساس تراقب عمل الوزير صار بيترأسها الوزير نفسه. كمان القانون حمل مستخدم بشكل غير مباشر عبر هيئة تانية اسمها هيئة إشراف المالك. قبل ما تستلم الدولة إدارة القطاع بال2019 كان دور الهيئة مراقبة النفقات وعدم الموافقة عن نفقات غير المبررة، بس هالشي ما صار ولا مرة. كتير نفقات غير مبررة مشيت وكلفت هيئة إشراف المالك 14 مليون دولار بلا ما تقوم بدورة. هودي الهيئتين بيعطوا مثل عن كيف قدرت الدولة تستغل لصالحها الضمانات الوحيدة الموجودة لصالح المستخدم، وكيف أدوات الحماية صارت أدوات فساد. فإذن هيك تهندس قطاع الاتصالات مش ليواكب التطور العالمي بهالمجال، بس ليسحب أكتر كمية مصاري ممكنة من الناس. صارت الاتصالات امتياز بدل ما كل فئات المجتمع يكون عنده وصول عادل لهالخدمة. ب2022
بالمقابل السياسيين بيشبهوا قطاع الاتصالات لنفط لبنان، بس بيبقى في فرق واحد وأساسي، هاي الثروة النفطية ما عم يستخرجوها من الأرض، عم يستخرجوها من جيابكن عجيابهم، تحديداً عبر الشيء اللي عم يخليكن تحضروا هيدا الفيديو هلأ.